بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم منوريني النهارده في حلقتنا من قناتي ياسمنتي اليوتيوب. حلقتنا النهارده اول فقره فيها عن الفنانه ميار الببلاوي. كتير من محبي الفنانه ميار الببلاوي قلقانين عليها، وده لان ميار الببلاوي نشرت عبر حسابها على الفيسبوك فيديو، وده قبل وضوعها لعمليه جراحيه قبل دخولها لغرفه العمليات مباشره. ورغبت الفنانه المعتزله ان تتحدث مع المتابعين وده قبل العمليه، ولكن بسبب مطالبه الفريق الطبي بسرعه الانتهاء من التصوير ميار لم تكشف لنا عن تفاصيل حالتها، وده الشيء اللي تسبب في حاله من القلق لدى محبيها، والذي علق العديد منهم على الفيديو اللي نشرته. يعني هو انا دلوقتي يا جماعه انزلتي او صديني بس انا تخيلي يعني مش انا دايما في البيت. لا معلش انا اسفه والله، انا اسفه حبيبتي. طيب فين دايما؟ خلاص خلصنا. انا بس عشان بحبه ده الماسك، وانا هدخل بالماسك العمليات. طيب انا قعدت اقول لكم انا مش عايزه الكابترولي، انت شفتوني الترولي ركبتوني الحلزونه يا بط. طيب انا طبعا اكيد ما اعرفش حد شايفني ولا لا، لان انا عامله البوستات كلها اون دي. علشان كده نجل الفنانة ميار الببلاوي أول ما خرجت ميار من غرفة العمليات صورها صورة وقام بنشر الصورة دي، وده علشان يطمن كل محبيها عليها، وأكد على وجوده بجوارها خلال هذه الفترة وحتى تستعيد وعيها. وكتب نجل الفنانة ميار وقال: الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا، بطمنكم بجد إن أنا جنبها وهي خرجت من العملية دي، وشكرا يا رب. وبقوله باسم القناة أنا وكل محبي الفنانة ميار الببلاوي، ألف سلامة عليكي، إن شاء الله ترجعي أحسن من الأول. الحقيقة ميار الببلاوي شنت قبل أيام من العملية دي هجوم قاسي جدا، وده على بعض الذين خذلوها، وده في الفترة اللي فاتت. الحقيقة إن حال الدنيا كده، كتير مننا لما يكون في قمة النجاح ويكون مشهور بتكون في ناس كتير حواليه، وأول ما يحصل له أي حاجة أو يحصل أي مشكلة عنده الحقيقة ناس كتير بتنفض من حواليه. وعلشان كده الإنسان بيعرف في الوقت ده مين حبيبه ومين اللي قريب منه ومين الإنسان اللي بيكون معدنه صفيح مش معدن ذهب، وبيبعد عنه فورا أول ما بيقع في مشكلة. ده نفس الموقف اللي تعرضت له الفنانة ميار الببلاوي. تعالوا نشوف مع بعض كتبت وقالت ايه. كتبت ميار وقالت: والله العظيم يا شوية مصلحجية، اللي كنت انا بالنسبة لكم ميار اختكم وحبيبتكم، موبايلي ما كانش بيبطل رن طبعا، وانا على الشاشة طلبات وخدمات، واول ما تعبت وقعدت في البيت افتكرتوني خلاص انتهيت. ربنا هيغزيكم، ما تزعلوش بقى لما ميار الجديدة اللي عرفتكم على حقيقتكم تمسحكم تماما من موبايلاتها واكونتاتها وطبعا في برنامجها، ورب غفور على الصحاب اللي عندهم اصل. لكن اللي ما عندهمش تقولوا لهم ايه؟ دي كانت رسالة ميار الببلاوي للناس اللي ما وقفتش جنبها، للناس اللي بعدت عنها بمجرد مصلحتهم وانتهت معاها. انا احب اقول لهم عن نفسي ان الدنيا دوارة، وفي مثل عندنا بالبلدي كده بيقول عامل تعمل، اكيد اللي عملته النهارده هيتردلك في يوم من الايام. في حكمه بتقول عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. الدنيا دايره، ودايره صغيره جدا، دايره بتدور علينا النهارده وبتدور على غيرنا بكره، والدنيا يوم حلو ويوم مر، الحياه مش مضمونه، العمل بس والمعامله الحلوه هي اللي بتقعد للانسان. تعالوا مع بعض بقى نكمل كلامنا. وقبل ما نكمل كلامنا ما تنسوش بقى تكتبوا رأيكم في اللي عملوه اللي بيقولوا انهم اصحاب ميار الببلاوي فيها، الناس اللي بعدت عنها. مستنية اسمع آراءكم في التعليقات. الفنانة ميار الببلاوي تعرضت خلال الشهور الماضية لأكثر من أزمة صحية، وتحديدا أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما واجهت ميار في شهر نوفمبر الماضي شائعات. ميار سمعت بنفسها شائعات وفاتها بكورونا، مما جعلها ترد بشكل ساخر عليها، حيث كتبت الفنانة الجميلة عبر حسابها على الفيسبوك رسالة أكدت من خلالها أن البعض بيروج مثل هذه الإشاعات، وده من أجل اكتساب انتشار وشهرة، وذلك على حساب نفسية وصحة الشخص الذين يروجون عليه الإشاعات. فكتبت ميار وقالت: ها ها ها، يعني قصدها تضحك. كتبت وقالت: ها ها ها، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلوني توفيت وكمان بالكورونا، طب أقول إيه؟ بس الناس دي بتعمل كده إزاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، لمجرد إن هم يزودوا عدد المشاهدات واللايكات، ومش مهم إن هم يقولوا إيه على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته. اللي فاكراه إنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربنا أوام. أحب أقول لميار ألف سلامة عليكي، وإن شاء الله ترجعي بالسلامة وترجعي أحسن من الأول.
وعلى فكرة مش انتي بس، الأزمات والمشاكل بتعرفنا مين الحبيب والقريب مننا ومين العدو، أو مين اللي بيكون عامل نفسه حبيب لينا لكن هو في الحقيقة مش حبيب، هو بيكون بيعرفنا بس عشان مصلحة. الأزمة بتقوي مش بتكسر، عايزينك ترجعي لنا أحسن من الأول. في أوائل العام الجاري سافرت الفنانة ميار الببلاوي للولايات المتحدة الأمريكية. كشفت ميار عن حالتها الصحية، وده في تصريحات خاصة لليوم السابع، وده كان من أمريكا، وقالت: سافرت أمريكا لمتابعة حالتي الصحية، سافرت مع الدكتور الخاص بي، وكنت هقضي هناك 10 أيام فقط في مدينة دالاس. قالت قبل ميعاد رجوعها لمصر: شعرت بتعب جامد جدا في جسمها ووجع غريب، وجع في رجليها ما استحملتش الوجع ده. قالت: كان معايا صديقتي، وقتها دخلت المستشفى. وتعرضت ميار في الوقت ده لبوادر جلطة كان لازم تتحجز، لكن صممت ميار على ان هي تخرج من المستشفى. واضافت وكملت كلامها في تصريحاتها وقالت: بعد خروجي من المستشفى كنت بصحبة صديقاتي، شعرت بألم في جسمي كله، لم اشعر بنفسي الا وانا على الارض، ودخلت في غيبوبة كاملة، ودخلت العناية المركزة وقعدت 17 يوم في المستشفى وركبت دعامة. قالت كمان: حاليا انا في مرحلة التعافي، والدكتور منعني من السفر، وده لخطورة السفر على صحتي، وان الطيران ممكن يسبب لي مضاعفات، واول ما اتحسن هنزل على طول. ووجهت ميار الشكر، وجهت الامتنان للسفير المصري والجالية المصرية، وده علشان وقفوا جنبها في ازمتها الصحية. اما العملية اللي بتتعرض لها ميار الببلاوي دلوقتي تعتبر الازمة التانية ليها، نتمنى ان هي تعدي منها على خير ان شاء الله. تعالوا مع بعض بقى نتعرف اكتر على ميار الببلاوي. أنا ميار الببلاوي درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، وبدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، واتنقلت بعد كده للسينما وللتلفزيون وللمسرح. من أبرز أعمال الفنانة ميار الببلاوي أبو حنيفة النعمان، وأجنحة الشمس، ورد قلبي، وسور مجرى العيون، والناصر صلاح الدين، وسعد وإخواته. المسلسلات دي حققت نجاح كبير جدا وقت عرضها. أما على صعيد السينما شاركت في عدد من الأفلام، كان من أبرزها زوجتي والذئب، وإنذار بالطاعة، وديسكو ديسكو، ويا تحب يا تقب، ودماء على الثوب الأبيض. وقدمت كمان عدد من المسرحيات، منها عالم قطط، وليلة فل، وبلاش كده. ميار الببلاوي تعرضت لحزن شديد جدا في يوليو الماضي، حيث أعلنت خبر وفاة أخوها، وده كان عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك. ميار قالت: معرفش إنك هتسيبني أوام كده، كسرت ظهري وقلبي، قلب أختك يا رب صبرني. من ناحية أخرى الفنانة ميار الببلاوي شخصيتها قوية جدا، وطبعا من غير ما تقصد، وده عيب خطير فيها، وهي اعترفت بنفسها بده، إن هي بتحاول تتحكم في حياة كل اللي حواليها. قالت إن هي بتحاول تتحكم في حياة ابنها لكن بتعتبره راجل. تعالوا مع بعض نشوف قالت إيه على الموضوع ده. أنا دي كارثة في حياتي، أنا بتحكم في حياة ابني، في حياة أخواتي. لا استني، ما احنا مش عايزين نروح للحتة دي دلوقتي. طيب. أنا بتكلم على ابنك. أوه. بتتحكمي في حياة ابنك؟ بس بتعامل معاه على انه راجل. فين بتتعاملي معاه على انه راجل وانت بتتحكمي في حياته؟ غصب عني. ميار انت شخصيه بتحبي تتحكمي في حياه اللي قدامك وتمشي له حياته زي ما انت شايفاها، صح؟ دي مشكله. لما سالتها بقى المذيعه ايه اكتر قرار غلط خدتيه في حياتك، وايه القرارات اللي انت ندمانه عليها، تعالوا مع بعض نشوف هي ندمت على ايه. بس ايه اكتر قرار غلط كتي وندمتي عليه؟ كل قرارات جوازي كلها. انا ندمانه على كل جوازاتي، مفيش ولا جوازه فيهم كانت صح، كلها قرارات لمجرد العند، ولا شخص من اللي دخلوا حياتي انا بكنهم كل الاحترام والتقدير قرار صح. ومين مننا في حياتنا ما بياخدش اكتر من قرار غلط، لكن الشيء المهم هو اننا نصلح غلطتنا دي، واننا بعد كده نتريث في اتخاذ القرارات. هي الحياة كده، لازم نخطئ ونصيب. وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. في اخر الحلقة بنتمنى للفنانة ميار الببلاوي ان هي تقوم بالسلامة، مع تمنياتنا ليها بالشفاء التام. وجهوا لها كلمة ودعوا لها بالشفاء. انتظروني ان شاء الله في حلقة تانية من قناتي ياسمنتي اليوتيوب.